من خلال جولتنا يا جماعة واسم قشريات استاكوزا. في كذا استاكوزا، ايه الحكاية؟ احنا استاكوزا الاصل بتاع الملعب. المحافظات دي محرومة من اكل السمك السويسي. تمام. تقدر تشغل لهم دليفر توصل لهم لغاية عندهم؟ اي نوع واي حاجة لحد عندهم بامر الله، عندنا العربيات وعندنا الامكانيات وكل حاجة موجودة بامر الله. تمام. تليفونك تاني عشان الناس تيجي. 0-106-188-53-87. كابتن ماندو يا جماعة عنده استعداد، اتصل عليه وهيوفر لك جميع الانواع اللي انت عايزها. اي حاجه بسعر التكلفه يا استاذ ماندو باذن الله، وتاخد منه بس حق الفيلا والمواصلات، واذا كان في تنظيف على الكيلو 5 جنيه بس. في حاجه غير كده؟ لا لا لا. طب الناس اللي ما عندهاش موقف انت هتروح لهم بعربيتك؟ اه بامر الله، عندنا عربيتنا بامر الله. تمام الحمد لله. خش خير يا جماعه، بقى سوقها لكم ان الكابتن ماندو متخصص في الجمبري بالذات يعني. تمام. انت شايف كده كل احجامه. ايه حكايه الجمبري ده؟ ده كده بيع ولا دليفري؟ ده دليفري ده كده طالع 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 طلبيه كده. ده اتباع خلاص، ده اتباع اتباع هيتسوق لصاحب بصيم. اه ده اتباع كله معمول كيلوات كده اتباع. طيب طلب الزبون كده. ده يقف عندك على الفرش بكام؟ ده بنبيعه على الفرش هنا ب 220 جنيه. يوصل له 220 برضه زائد المواصلات. الله ينور عليك. جمبري كابوريا النتي دي. النتي دي ونتي وسط تعمل النهارده 60 جنيه. عشان صغيرة. عشان صغيرة. في حاجة نتي كبيرة كده. تعمل النهاردة 100 جنيه. برضو يا استاذ ماندو بنعرف الناس ان الفراغة السفنجة دي مفرغة. مفرغة البطروخ. تاني دي. بصوا يا جماعة صحية. حطوا طازة. لسه صبحة ولسه بلاش ساعة زمن طالعة من المية. تمام. بنقول لهم يا جماعة ما زعلش مني. اللي يجي ياكل عايز ياكل بطروخ ما ياخدش لا ياخد المقفوله دي بتبقى ياخد المقفوله اكتر. المحنيه دي المحنيه دي بيبقى البطروخ فيها اكتر. ودي برضو لحم مسكره. النيتي كده كده بتمتاز باللحم المسكر. لكن انا في ناس بتستطعم فاقول له لا مش هتلاقي بطروخ هنا. لا 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 هيلاقي برضو في المحنيه المقفوله دي. المحنيه المقفوله كل ما تاخد المقفوله اكتر البطروخ فيها اكتر. تمام. دي برضو بتبقى مفرغه شويه. بكام دي النهارده؟ تعمل 100. دي كبيره اكبر حاجه. دي بداية التفريغ ودي نهايته. ايوه السواد ده. السواد. خلاص خلصت تفريغ. خلصت كده تفريغها. لو دي ممكن تلاقيها مبطرخة. انت خلصت تفريغها دي وكابوريا محنية متقيلة من ورا دي. لو فتحناها نلاقيها مبطرخة. ما هو التفريغ ده يعني بيض كابوريا جديدة نازلة الماية. نسل جديد. اي ناس لازم اعرفها برضو ان التفريغ ده يا جماعة ليه بتفرغ؟ عشان زي الولادة. ايوه. او زي البيض اللي بتبيض. دي بتفرغ. يعني انا لو انا ضغطت كده شوية يا جماعة بصوا. دورة التكاثر ليه. البيض باين اهو. دي الاف من حبيبات كرات البيض بتنزل الميه وبتفقس وتطلع كابوريا جديده. تمام كلام صح كده؟ مظبوط. وده جمبري بساس. الله ازاز السويسي ده. ده جمبري بساس. ده في عفر هناك عندك. ده جمبري ازاز. كان في اكبر واتباع بس كان متاخر يعني. ده يعمل 200 النهارده. حلو. الله ينور عليك. ده يعمل 200 وفي شعور. ندي كل حاجه. هو تقريبا مثلا انا جاي بص الفرش. انت جاي متاخر برضه يعني معلش. هيبقى في فرش احسن من كده. بيبقى في انواع الجوده واحد بس زياده اصناف. الجوده واحده كلها بصيد فجاري كله. صيد يومي احنا. تمام. المراكب من ساعه ما شرحت كل حاجه يوم بيوم. تمام. جمبري ده ازاز. طبعا 200 جنيه قلت لي. 200 جنيه. والشعور ده اللي هو 220. الشعور ده النهارده يعمل 120 جنيه. 120. اتحسنت وهتحسن ان شاء الله. يا رب تحسن كمان وكمان. ده كان لحد من ست ايام كده ب 180 و 200 جنيه. صح. جنيه. انا متابع اصلا على طول. انا عارف. اخدت عهد عليا يا استاذ ماندو ان انا عين الحلقه. انا عينيا. أيوة. انا بوصل اللي بيجرى في الحلقه ايه. ايوه. بيبقى قاعد في القاهره، قاعد في الغربيه، قاعد في المنوفيه، بيبقى مطمن شايف فيديوهات. ده راجل بتتواصل معانا ايوه. بس هو انا عايز التواصل. وربنا يوفق الكل. اللهم انا سعيد جدا بمعرفتك. واول لقاء ليا ومش هكون الاخير ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله تيجي والفرش مليان حاجات اكتر من كده بامر الله. سعيدين بك جدا يا عثمان. السلام عليكم. جوله من جولات جوائر السويس يا جماعه. وطبعا انتوا فاكرين المحل بتاع الاستاذ محمد. والراجل ده كان غايب وحضر فاحنا لازم نديله حقه برضه في ايه؟ في التصوير. السلام عليكم. عليكم السلام. عرف نفسك. انا محمود. محمود. محمود ان شاء الله. الرقد ده شوف الرقد. الرقد بكام؟ الرقد 60 بس 50 50.
حاجه نضيفه وطيبه بلاوي لسه بظبط. انا اهي ما تحت ايدي يا جماعه اهي. الشوربه بكام قلت لي؟ 60 50 ألف. تمام. والدراك الصغير رفيع ده عامل 60 برضه. لا غالي شويه. انزل شويه يبقى 50 زي الثاني. طيب والشعور ده اللي في النار ده ب 120 ألف. انت عايز دي كل واحد صنار غير الثاني الغزل. حاجه نظيفه وطازه. ما شاء الله ربنا يحسن سوق. اهم حاجه الف انا شايف ان تمام. كابوريا 10 على 10. كابوريا النيتي بكام؟ كيلو ونص ب 100. كيلو ونص ب 100. والله كويس. والسهليه دي؟ السهليه دي 120 ب 110 بس. بس حاجه نظيفه وطازه برضه. امسك الحبايه الحلوه دي. ما شاء الله عليك. 100 110 110 وعشان الباشمهندس ب 100 عشان جواهر السويس. جواهر السويس ب 100 جنيه بس. تمام. والشخرف ده؟ الشخرف ده عامل 30 30. الله على الحارث يا حاج. حارث 70 70 و 65 برضه سويسي ده. 65 تمام. 65 ده ونص. الكسكومري ب 50 ب 45 برضه. النهارده يا جماعه الحلقه مزقططه والنشاط. ربنا يزيد ويبارك ويحسن السوق ويحسن السوق. البلاميطه دي كيلو بكام؟ كيلو كيلو ب 35 ب 30 بس. السهليه دي ب 50 بس. تمام الله ينور. 50 والسهليه دي بالغير الثانيه ولا ايه؟ 60 ب 60 اكبر منها السنه. بص السمكات السمكه عامله ازاي؟ الله ينور عليك. ربنا يحسن سوقك يا حبيبي. امين. السلام عليكم.